متن ألفية الحديث للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 1190 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بصوت الشيخ رشاد بن عبد الله القرشي. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي. لله حمدي وإليه أستاند، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي. وهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الآثر، فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتساق. والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإحسان.